هذا هذه كنسات محاد وهذه سو كنسات كدوين السا كنسات يقول لي وحنا كهل يا ترجمان والله دين تود إبرواي وضد وحواي قاركود ورقة القرآن الله دين عن إسكود سيسرات لو تكذب أبا قوم وحكا نسكا بدا وضد كنسات هذا كنسات وحكا صبرتا سامك هو مسلم ده مسلم يا تاي أنا هو مسلم باي بكلين هذا كنسات محاد وهذه سو كنسات كدوين السا كنسات يقول لي وحنا كهل يا ترجمان قف حي ترجمها أو وحنا دتك الشيء يعني إيش شيء بان كهل يا بعد ذلك وحنا آخرنا يا ترجمان بتشوجا ونوش يا وحنا كا بعد ذلك آخرنا ويا مثلا كده هذا وحنا الشيء كمان ورقة بو المحاك الدوين يا يقول لي ده هذا المحاك كبر طيح يقول لي محاك كبرنا نكاس بعد ذلك دين تكريشتن قدرت كبره إسكود سيسرات لو تكذب أبا قوم وحكا لو إسكبدا اسمي أبو بكر خالد عمارة. يعني هذه يمكن المحاضرة الثالثة، تمام؟ وبسم الله ما شاء الله تعالى يعني إلى حد ما يعني هبدأ تفهم مع بعض بإذن الله تعالى. يعني عندما كلهم مثلاً بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، فيبدأ يعني سبحان الله ويبدأ يعني يتكلم اللغة العربية الحروف، يتعلم الحروف العربية، فبالتالي عندما يعني أقرأه الفاتحة وأعلمه الحروف يعني يتجاوب معي بعض الشيء. فاللغة العربية هي الأصل سواء لغة أو إشارة، يعني أتكلم بالإشارة ومعي الصورة. ما كهشا برنامج هذا الدلسور ما دانينا يسا إن لهلو ورباحين صوماليات حرقة أو أديك تبول شده فلن تاغير دلسور وحاد بحساشن أما طبان دولار بشي
deeqdaada sidana u bixin kartaa.